يعطيكم العافية متابعينا. اليوم جيناكم فيديو مميز وجديد، إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. إحنا الآن في منطقة افجلار، في ميدان افجلار. تعتبر منطقة افجلار من أهم المناطق السياحية في اسطنبول ومن أقدم المناطق السياحية الموجودة في اسطنبول، ننصح بزيارتها. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. تحياتنا لكم، نهاركم سعيد، لا تنسوا الإعجاب والإشتراك في القناة. تحياتنا لكم، ابقوا معنا إلى نهاية الفيديو.
هذا يسمع. الآن يا جماعة وصلنا للبحر، من الميدان إلى البحر تقريبا حوالي 10 دقائق مشي. هو البحر قدامنا مباشرة. زي ما حكينا سابقا البحر قريب على ميدان افجلار، مش بعيد. يعطيكم العافية متابعينا، كنا في جولة سياحية في منطقة افجلار. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم، تحياتنا لكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. نترككم في أمان الله.